مشاهدينا، نتابع معكم هذه الصور المباشرة من مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث يحتشد الآلاف في تظاهرات متجددة ضد تعديل قانون التقاعد، حيث لاقى حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قانون إصلاح التقاعد لاقى ردود فعل غاضبة ومنددة كذلك، وذلك بعد حديثه للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات عن إصراره على تطبيق إصلاح نظام التقاعد. ماكرون شدد مشاهدينا في هذا اللقاء على أهمية دخول إصلاح نظام التقاعد حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا العام، واعتبر أنه مشروع ضروري، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية. وبينما لا تزال تتواصل الاحتجاجات في الشوارع كما نتابع في هذه الصور، تجهز النقابات إذن في هذا اليوم لإضراب عام وتظاهرات في تحرك وصفته وسائل إعلام بالخميس الأسود. إذن كما نتابع في قسمين من الشاشة هذه المظاهرات في مناطق مختلفة في باريس على يمين الشاشة ومنطقة مارسيليا على يسار الشاشة، وهو ما وصفه الإعلام بيوم الخميس الأسود الذي حشدت له النقابات الفرنسية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي.